بجد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، ويمكن زي ما احنا تابعنا امبارح كان في حدث مهم جدا في نادي الزمالك. مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب افتتح امبارح المركز الإعلامي الجديد بمقر القلعة البيضاء. المركز الإعلامي بصراحة تم تجهيزه بشكل كبير جدا وشكل مميز جدا، وفي قدر كبير من الكفاءة وتوفير كل الإمكانيات داخل المركز الإعلامي. حاجة عظيمة، عمل امتداد يعتبر للأعمال اللي بيتم إنجازها خلال الفترة اللي فاتت، زي ما شفنا قبلها افتتاح المركز الطبي في نادي الزمالك، ولسه كمان هنشوف أكتر من شيء مشرف وشيء مهم جدا خلال الفترات اللي جاية. وكان في امبارح في الحدث يعني بعض الشخصيات المرموقة والشخصيات المهمة في المجتمع المصري بمختلف بقى مجالاته، بجانب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، كان في دكتور مدحت العدل، كان في الإذاعي الكبير والإعلامي الكبير فهمي عمر، يعني كانت شخصيات كلها موجودة امبارح في حب نادي الزمالك. وأستاذنا طبعا اللي احنا ما نقدرش ننساه، الأستاذ الكبير فتحي سند، علامة كبيرة في الصحافة المصرية، حاجة مشرفة، وزي ما شفنا الفترة الأخيرة أكتر من حاجة بيتم افتتاحها داخل نادي الزمالك. كل ده يوريك ان مجلس ادارة نادي الزمالك بيشتغل لمصلحة النادي، بيعمل كل حاجة يقدر عليها لنادي الزمالك. وكمان قبل كده لو نفتكر تجديد غرفة خلع الملابس بالشكل المحترم والشكل الشيك اللي كلنا شفناه، وكمان هيبقى فيه متحف بيضم كل بطولات نادي الزمالك، اكيد متوقعين ان هو هتبقى حاجة مبهرة مثل هذه الاشياء اللي حصلت كلها خلال الفترة اللي فاتت. خلينا نروح نشوف هذا التقرير ولقاءات من افتتاح المركز الإعلامي في أكبر قلعة رياضية في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني النهاردة أنا فخور جدا إن أنا يعني بجد يعني كنادي الزمالك زي ما أنا برضو بحب أقول هو أكبر قلعة رياضية في مصر. إن شاء الله هذا المركز هنا المركز الإعلامي ده هيبقى بداية لانطلاق نادي الزمالك ككينونة في الأدب والشعر زي ما الخال فهمي عمر قال، والثقافة المصرية. يعني زي ما بنقول الأيدي الناعمة، احنا مش بتوع رياضة بس يا جماعة، لا احنا ان شاء الله عندنا اهداف اخرى. الاهداف الاخرى دي نادي الزمالك لازم يتحط في المكانة السليمة والصحيحة بتاعته. فانا بعتبر وجود هذا المركز، وبشكر احمد خالد حسنين لان هو فعلا اللي كان وراء هذا المشروع، سيبنا من الفلوس انما هو كان وراه بالتفكير وبالفكر بتاعه، وان هو انسيسنج او هو مصر ان هذا يكون. بالنسبة لنادي الزمالك احنا مجلس ادارة اللي انا بتشرف ان انا ابقى واحد منهم، مجلس ادارة بجد عانى ولسه يعني قدامنا وقت ان شاء الله هنطلع نتكلم، بس يعني نحن فخورون باللي احنا موجودين فيه دلوقتي، انما السنة دي كانت من اصعب السنين في نادي الزمالك، ومجلس الادارة بالكامل تكاتف ان هو يعدي بالنادي، والحمد لله ربنا كلل جهودنا بثلاث بطولات كويسين من اول ما احنا دخلنا، سواء بطولة افريقيا للسيدات للكرة الطائرة، او بطولة الكونفدرالية، او بطولة السوبر افريقي، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق البطولة الرابعة السنة دي الاسبوع اللي بعد القادم. فانا بس مش عايز اطول عليكم، انما يعني نحن كل شغلنا نادي الزمالك يرجع تاني على الطريق السليم. احنا كلنا عندنا يعني صبر وحاسين بالاهداف اللي احنا عايزين نوصل لها، ومن ضمن هذه الاهداف ان نبتدي بقى فعلا ما يبقاش حاجه اسمها في رئيس النادي حاجه، لا احنا كلنا ننتمي لنادي الزمالك، كلنا فخورون ان احنا داخل نادي الزمالك. انا عايز النهارده بالذات اتنين يطلعوا يتكلموا، الاستاذ هاني شكري والاستاذ احمد خالد، عشان يبقى معروف على طول ان احنا كلنا ك 12 واحد
بالمجموعة اللي هي 12 عضو مجلس إدارة اللي تم انتخابنا، ومعانا اثنين كمان، اثنين دول منهم الدكتور عبد الله جورج. الدكتور عبد الله جورج كلنا شفناه أمس في افتتاح العيادة الطبية، بيرجع له فضل كبير جدا، غير طبعا الناس اللي تبرعوا بتكاليف هذه اللي هو المؤسسة العلاجية من وجهة نظر اللي هي من أفضل دلوقتي المؤسسات العلاجية في النوادي في مصر. فأنا يعني منتظر الأستاذ هاني شكري والأستاذ أحمد خالد بعد إذنهم. بصراحة يعني المرة دي بالذات يعني بتبين لي قد ايه احنا تيم ورك، قد ايه كابتن حسين. طبعا انا هختصر شويه الترحيبات لان انتوا على الرحب والسعه طبعا حضراتكم. يعني ايه التيم ورك اللي بيوكل ملفات معينه لناس معينه ودي النتيجه. شاب تحت السن هو اللي اصر انه يعمل الفكره دي، ودايما كان في تفكيره المقارنه ما بين ما قبل وما بعد، بيتعلم من أخوه كبير ذو الخبرة هاني شكري. بصراحة أنا سعيد إن أنا بشتغل مع التيم ده. كل مجموعة مش شخص، كل مجموعة صغيرة بتشتغل كتيم مع بعض، وبعد ما يخلصوا المهمة بيبلغوا المجموعة كلها، ودي النتيجة. أعتقد إن واضح جدا إن في نوايا أكثر من رائعة وجهد رهيب بيتبذل من مجلس الإدارة ده في صمت. أعتقد الناس كلها عارفة إن إحنا علينا هجوم كبير جدا من ساعة ما جينا، وناس مش متوقعين حجم اللي بيحصل ده. لكن الحمد لله لما ربنا يكرمنا، لأن المكسب أنا دايما بقول حتى للعيبة كرة قدم أو أي فرقة أو النادي ككل، المكسب بيبتدي من بره الملعب. الشغل اللي بيتعمل بره الملعب بتكون نتيجته هي دي اللي جوه الملعب. هذكر كده الواقعة اللي حصلت في الماتش الأخير بتاع كرة القدم بين الشوطين أو في آخر الشوط الأولاني. كان في أقاويل بالانسحاب، وإحنا كرياضيا أبعد ما يكون عن كلمة الانسحاب. وكنت أنا وكابتن حسين بنتكلم، لا هنكسب إن شاء الله، هنكسب من اللي إحنا شايفينه واللي هو عمله اللي الناس ما تعرفوش، اللي في الغرف المغلقة، اللي في الأوتيل، اللي في الملعب. ثق تماما ان ده نتيجته، انك هتكسب لعبا ونتيجة. انا بشكركم جميعا وبشكر اعضاء مجلس الادارة بصفة خاصة. احنا لسه قدامنا مشوار كبير قوي يا كابتن حسين، بنبني النادي من اول وجديد، مؤسسيا، ماليا، اعلاميا، كرويا، هندسيا. صدقوني احنا بنبني من اول وجديد. احنا مش طالبين الا حاجه واحده، الصبر، شويه وقت، ادونا وقت. لان فعلا احنا كلنا تقريبا سايبين شغلنا وحياتنا و ومركزين في نادي الزمالك. معانا نجمه ناشئه اسمها نيره الاحمر، وهتشوفوا دي في قريب جدا هتبقى عامله ازاي في الميديا وفي الاعلام. هي اوريدي موجوده لكن بتبني معانا للموضوع ده. ثقوا تماما في المجلس اللي موجود، احنا ملناش غرض الا البيت ده، نادي الزمالك. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حقيقة النهارده يوم مختلف وفترة مختلفة. فترة مختلفة احنا بنقول فيها دي وجهة نظرنا في نادي الزمالك عايزين يبقى عامل ازاي. وجهة نظرنا في استعادة صورة كلنا اتكلمنا فيها اثناء الانتخابات. استعادة الصورة الذهنية. الناس بتستعجل علينا وتقول انتوا عارفين المشاكل اللي داخلين عليها. احنا نقول ايوه احنا كنا عارفين المشاكل، ولكن من حسن الإدارة انك تجيد التعامل مع المتغيرات. وحيما وجدناه في نادي الزمالك من متغيرات عن مكان متخيل حجمه كبير جدا جدا جدا. لما تقابل متغيرات وعايز تنجح لازم تقفل على نفسك جامد، لازم تحط أولويات، لازم تبدأ تنفذ في خططك، هتوصل لإنجاز. ده اللي تقريبا بيتم. لما سؤال الكابتن حسين امتى ممكن نادي الزمالك يستقر يخرج من هذه الكبوة، قال تقريبا في نهاية الدورة بتاعتنا، يعني عايز 4 سنوات. وان تحقق الكلام ده ان شاء الله يبقى اعجاز عظيم جدا جدا جدا، لان الملفات الموجودة الدسمة المليئة بالمشاكل والاختناقات
عظيمة جدا جدا جدا. النهاردة جايين نتكلم في حاجة مفرحة لكل الزملكاوية في فترة أنا متخيل إن كلنا فرحانين بالفترة دي، وربنا يكملها إن شاء الله بإذن الله في البطولة القادمة. إحنا فترة الحمد لله السوبر الإفريقي بعد أن الكل شكك في قدرات الزملكاوية، واللي يشكك في قدرة الزملكاوية فهو لا يعلم، لا يعلم. لما بتقال فريق جامد، الزمالك هو اللي جامد. ليه جامد الزمالك؟ لأن على مر العصور بيحصل في اللي بيحصل ولسه واقف على رجله ولسه جامد. لا، الزمالك فريق جامد، والزمالك نادي إن كانت فترة من الفترات أخذت منه شوية لكن بسرعة هيستعيد نفسه، وده اللي بيحصل حاليا. المشهد اللي فيه النهاردة بيقول إن إحنا الحمد لله بنستعيد حتى إن كان ببعض من الوقت شكل نادي الزمالك. امبارح بنفتتح مركز طبي على أعلى مستوى، أعتقد ومش عايز أكون مبالغ إنه لا يوجد مثله في أي نادي آخر. النهاردة بنفتتح ميديا سنتر ومركز إعلامي، بشكر يعني أخويا وزميلي المحترم الأستاذ أحمد خالد حسنين على تركيزه عشان يطلع حاجة منتج بهذا الشكل، عشان نشاور عليه كلنا نقول هو ده اللي احنا عايزين نعمله في نادي الزمالك. استحملونا شوية عشان عاوزين نخرج المنتج ده. الفترة اللي احنا جايين فيها دي إن شاء الله في افتتاحات كتيرة جدا جاية، كل يوم هنبص على حاجة جديدة موجودة في نادي الزمالك. أنا متخيل إن بالشكل اللي احنا موجودين فيه ده الميديا سنتر، نبص حوالينا عشان نفتكر ونستعيد علاقتنا القوية بهذا الكيان العملاق اللي اسمه نادي الزمالك. لما نبص على الخلفية اللي احنا بنتفرج عليها النهاردة، شوف احنا من سنة كان كم راعي موجود هنا ودلوقتي كم راعي موجود. ده مقياس لازم نقيس نفسنا كل شوية احنا بنعمل ايه، هل احنا ماشيين في الطريق الصح ولا ماشيين في الطريق الغلط. محبي نادي الزمالك، كنت اتمنى النهارده يبقى القاعه بتاعتنا دي قد استاد القاهره عشان نملى بيها محبي نادي الزمالك ورموزنا الاعلاميه، ولكن ان شاء الله زي برضو ما حضراتكم قلتوا يكون المكان ده هو المكان اللي هيستقبل كل رموزنا الاعلاميه ان شاء الله لاحقا، عشان نظهر ونطلع بشكل مختلف عن ما سبق باذن الله. الفتره اللي جايه خير كبير لنادي الزمالك. بشكر كل الحاضرين النهارده، بشكر اللي قاموا على او اللي اعدوا هذا الافتتاح الرائع، بشكر كل اللي ساعد اخونا احمد خالد في العمل المهم ده جدا عشان يطلع بالشكل ده، بشكر رموزنا اللي جم النهارده منورينا ومزينين هذا اللقاء بتواجدكم على المنصه. ولما تتواجدوا فمكانكم الطبيعي ده مش جميله مننا حقيقي ان احنا نقعد احنا تحت، لا ده مكانكم الطبيعي تكونوا موجودين فينا، لان في الاول وفي الاخر قلنا مصطلح مهم جدا ماسكين فيه بايدينا واسناننا ولا نتخلى عنه ابدا، مصطلح مهم كلنا نقوله، الزمالك اولا، الزمالك اولا، مفيش حاجه تيجي بعد كده. شكرا جزيلا. زي ما قال كابتن حسين، 3 بطولات في اقل من سنه، وان شاء الله بنعد ببطولات قادمه لو استمرينا بالروح والجد والعمل اللي احنا شغالين فيه. ناس كتيره جدا مش مقدره المجهود اللي بيتعمل، انما يعني زملائي كلهم بشكرهم، انا اخر واحد فيهم، انما المجهود اللي بيتعمل من كل اعضاء مجلس اداره في كل المجالات مجهود محترم جدا. ناس بتسيب اعمالها وبيوتها وبتشتغل اكتر من 10-12 ساعه في اليوم. الحقيقه كلهم من اولهم كابتن حسين، يعني كابتن هشام نصر، الدكتور حسام، وكل باقي أعضاء المجلس، طبعا كابتن أحمد سليمان وكابتن حسين السيد اللي مش موجود معنا النهاردة، أستاذ عمرو أدهم، مهندس هاني بيرزي، ورامي طبعا زميلي، ونيرة، وأحمد خالد، وزميلي محمد طارق، كله الحقيقة بيشتغل وبيجتهد عشان نوصل ونوصل الزمالك لمكانته المعهودة واللي احنا متعودين عليها. أشكركم وأنا متشرف جدا بوجود حضراتكم النهاردة في نادي الزمالك. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. مبروك على نادي الزمالك هذا الصرح العظيم. مركز إعلامي يكون منبر لنادي الزمالك الفترة القادمة في وقت كنا محتاجينه. برحب طبعا برموزنا أستاذ فهمي، دكتور مدحت، أستاذ فتحي، ومجلس إدارة وزمالي. كان في حوار مرة ما فكرت أنزل مرتين رئاسة، كان تلقيت أكتر مرة من مكالمات من الأستاذ فهمي عمر، ربنا يديله الصحة يعني.
قال لي نفسي اخش في نادي الزمالك، قال لي يا احمد هيجي اليوم اللي انا اخش في نادي الزمالك هكون سعيد جدا لو ربنا كرمني. اتمنى يا استاذ فتحي ان الامنيه اللي حضرتك طلبتها النهارده حس باختلاف فعلا يعني. سعيد طبعا بموجود زمالك في مجلس اداره، وطبعا على راسهم اخويا الكبير الكابتن حسين لبيب، كابتن حسين لبيب والزملاء كلهم. يمكن اما جنت لسه مستلمين المهمه، كان المباراه في انجولا وكان لسه بقى حوالي اسبوعين، فطلبت من دكتور كابتن حسين ان احمد خالد ورامي يكونوا موجودين معانا في السفريه، قلت لهم عشان من دلوقتي نبدا نعمل اجيال لنادي الزمالك، وفعلا جم وكان على قد المسؤوليه، وكان رامي رئيس البعثه، وبعد كده احمد خالد في الامارات كان رئيس البعثه، وانا حتى سبته ورجعت عشان كان في يناير كان في صفقات، لكن فعلا كان من اول يوم على قد المسؤوليه، كان حسن اختيار من القايمه. اتمنى ان شاء الله من المجموعه كلها لمجلس الاداره يكون في تقدم. المركز الاعلامي النهارده منظر شيك، لكن في مجهود كبير جدا مطلوب مننا لفتره في الاعلام. يمكن الزمالك فعلا اتهاجم الفتره اللي فاتت، مجلس الاداره على رغم المشاكل الكبيره جدا لكن كان في هجوم غير طبيعي، واحنا شفنا الحرب اللي كانت قبل مباراه السوبر، لكن في الاخر هي رياضه في الملعب، الحمد لله قدرنا نرد في الملعب ونجيب حق نادي الزمالك ونحط نادي الزمالك على منصات التتويج، والناس تقول فعلا نادي الزمالك موجود بقوته. عجبني المذيع اما قال لك نادي الزمالك ما عندوش مشاكل ماليه، هو ده الزمالك، الزمالك عنده ما فيش اداره، نادي الزمالك، نادي الزمالك واقع في متعثرات نادي الزمالك، فان شاء الله بينا كلنا وبرموزنا وبمجلس الاداره نادي الزمالك في فضل الطبيعي. مبروك جدا نادي الزمالك هذا المركز المحترم. قطاع مهم او جوانب مهمه جدا، الجوانب الاعلاميه، وانا مؤمن دايما ان الاعلام هو اساس او القاطره اللي ممكن يعني تجر اي مؤسسه للطريق الصحيح، باعتبار ان الاعلام دايما هو الشريك. وكم اتمنى ان يظل الاعلام الزملكاوي هنا وخارج هنا شريك من خلال يعني العلاقه المستمره الممتده بشكل يسمح بان في نوع من التفاهم والحوار والجدل في نفس الوقت. هذا المكان اعتقد زي ما قال الاستاذ الكبير فهم عمر هو ممكن تخرج منه بشاير نور كثيره. الزمالك مش بس نادي اجتماعي ولا هو كره قدم، وانما نادي الزمالك مناره رياضيه مؤسسيه كبيره، قلعه كبيره من قلاع الرياضة في مصر، اللي ينبغي هي أن هي تشارك في التنمية على كل الأصعدة. وأعتقد أنه هذا المكان يعني ممكن يكون انطلاقة لتنوير محترم بعلاقة محترمة مع كل من يرتبط بنادي الزمالك. أتمنى أن هذا المكان يشغل زي ما قال الأستاذ فهم عمر، يشغل كل ألوان القوة الناعمة. نحن نعاني في مصر من ضعف في أدواتنا الخاصة بالأسلحة، هو سلاح فعلا القوة الناعمة، وأعتقد أن الرياضة والإعلام والفنون ممكن تنطلق من هنا، بحيث أن نادي الزمالك يعني يكون هو المنبر اللي من خلاله ممكن الدنيا كلها تطل على نجاحاته ونشاطاته اللي هي قريبة جدا من قطاعات كبيرة من الشارع. وألف مبروك لنادي الزمالك وللإعلاميين اللي أتمنى أشوفهم هنا بتسهل مهامهم، تسهل حصولهم على المعلومات، مسؤولين نادي الزمالك يردوا على التليفونات يوضحوا ويشرحوا. المسؤول الشاطر دايما هو اللي بيواجه وهو اللي بيتصدى لاي مشكله، مش بس ان انا يعني ابعد واقعد في برج عادي. بعتقد انه نجاح المنظومه الاعلاميه لنادي الزمالك، وانا شايف الناس المسؤولين عنها النهارده ناس اكفاء، هيكون لهم دور بالشراكه مع مجلس الاداره في ان يتبوأ الزمالك فعلا المكانه اللي تليق بيه، واللي كان في سنين طويله فاتت كانت يعني ما كانتش السمعه على افضل ما يكون. وشكرا لحضراتكم.